وللمزيد حول التهديدات الأمريكية الجديدة لنظام الأسد وجدياتها في حال استخدام الأسد للسلاح الكيميائي مجددا، ينضم إلينا باسل حفار رئيس مركز إدراك للدراسات عبر الهاتف من اسطنبول. أهلا بك معنا سيد حفار. سيد حفار تسمعني؟ نعم، أهلا ومرحبا بكم. أهلا بك سيد حفار. بداية، يعني في تهديد جديد لنظام الأسد، واشنطن تقول إن كل الخيارات باتت مطروحة للتعامل مع الأسد في حال استخدام الكيميائي. هل يمكن أخذ هذا التهديد على محمل الجد في ظل تكرار هذه التهديدات الأمريكية؟ نعم، الحقيقة المشكلة في مثل هذه التصريحات ومثل هذه الطروحات أن تعريف استخدام الأسلحة المحرمة أو السلاح الكيميائي في الحالة السورية بالذات هو تعريف فضفاض إلى حد كبير. يعني نحن شهدنا خلال الفترات الماضية استخدام النظام لأسلحة محرمة تحسب على أنها من الأسلحة الكيميائية، مثل بعض الغازات أو بعض أنواع الأسلحة الكيميائية من نوع آخر، لكن العالم لم يتعامل مع هذه الهجمات على أنها استخدام للأسلحة الكيميائية، وإنما اعتبرت أنها مجرد أسلحة محرمة دوليا من نوع ما. الحالات التي تعامل فيها العالم مع النظام على أنه استخدم سلاح نووي سلاح كيميائي بشكل حقيقي هي حالات معدودة جدا، تقريبا 3 أو 4 حالات، ولم يتم الرد على النظام في وقتها إلا في حالة واحدة فقط من هذه الحالات، اللي هي المرة التي قام فيها مع بداية فترة ولاية ترامب، قام ترامب بتوجيه ضربات عسكرية لمناطق معينة كنوع من التحذير للنظام. أنا لا أتوقع أن الولايات المتحدة سوف تتراجع عن تهديدها، وسوف تحافظ أو تحاول الحفاظ على مستوى التحذير الذي أنشأته مع النظام، بمعنى أنها فعلا ستحاول أن تمنع النظام من استخدام السلاح الكيميائي، لكن إلى أي حد سيكون ستبادر الولايات المتحدة إلى منع النظام أو إلى لجمه عن استخدام هذه الأسلحة، ربما يعني من المبكر الحكم على ذلك قبل أن تتسلم الإدارة الأمريكية الجديدة يعني قيادة الولايات المتحدة. نعم، هنا سيد حفار، يعني هل تعتقد أن سلاح العقوبات الذي تتخذه أمريكا مع إيران هو هذا المقصود في تهديدات أمريكا، أم أنها ستذهب إلى أبعد من ذلك لربما من الناحية العسكرية؟ لا، هو غالبا المقصود هو الناحية العسكرية، لأن سلاح العقوبات والعقوبات الاقتصادية وما إلى ذلك هو أصلا أمر يمارس على النظام، ويمارس لقضايا متعلقة باستخدام السلاح الكيميائي وغير السلاح الكيميائي، وقضايا تتعلق حتى الآن بدأت يعني تتعلق باستخدام النظام، محاولة استخدام النظام لتحقيق دخل مالي من خلال التجارة بالممنوعات مثل المخدرات وغيرها، وإرسال شحنات كبيرة من المواد الممنوعة والمخدرات إلى دول العالم المختلفة. في كل الأحوال غالبا أو يعني مش مؤكد أن التهديد الأمريكي ينطوي على أو يتضمن بشكل أو بآخر التدخل العسكري، لكن تنفيذ هذا التهديد بهذا المستوى هو أمر كما قلت قبل قليل يعني يحتاج مزيد من الوقت لنجزم بأن الولايات المتحدة فعلا جادة في تطبيق مثل هكذا تهديدات، أم أنها مجرد تحذيرات يعني كسب وقت أو لإرسال رسائل من نوع ما. يعني النظام لم يترك وسيلة إلا واستخدمها لاستعادة المحافظات من أيدي الثوار، بداية من حرق الأراضي إلى استخدام الكيميائي، يعني بمعنى أو بآخر أنه استمات لأجل الحصول على هذه المناطق. السؤال هنا، هل استطاع النظام إدارة المحافظات التي يعني نجح في استعادتها؟ معظم المناطق، تقريبا كل المناطق التي قام النظام باستعادة السيطرة عليها أو بالسيطرة عليها هي ما زالت إلى الآن شبه خالية من السكان، لا يوجد فيها أي خدمات، وتصنف أو تعتبر كمناطق اشتباك أكثر منها كمناطق يعني سيطرة أو تواجد للدولة. المناطق القليلة التي النظام حاول أن يوصل فيها نوع من الخدمات مثل بعض مناطق حلب، مدينة حلب وغيرها، حصل فشل ذريع جدا في إدارة النظام لهذه المناطق. واليوم يعني الأخبار متداولة كثيرة ويعني حول طوابير الغاز وطوابير الخبز وسوء الخدمات وانخفاض الراتب وانهيار العملة وغيرها، كل تقريبا يعني غياب أيضا للخدمات الأساسية الصحية، الكهرباء، الماء إلى آخره. إدارة النظام للمناطق حتى التي كانت تحت سيطرتهم من البداية، التي لم يسيطر عليها الثوار في سوريا، منهارة جدا جدا، ولا ويعني ظهر فشل كبير جدا في طريقة النظام. طيب، في إدارة سيد حفار، في إدارة الحريق. بالنسبة للفوضى التي تجتاح درعا، كيف تراها؟ هل هي مفتعلة أم ماذا؟ يعني هو من الأساس كان الاتفاق الذي على أساسه تم يعني معالجة ملف المنطقة الجنوبية ودرعا بالتحديد
هو يعني اتفاق هش وغير منطقي، ولم يكن متوقع له أن يستمر بشكل صحيح. ما نشهده اليوم من الفوضى التي تحصل من وقت لآخر، إشكالات العمليات الارتيال، ظهور أحيانا مجموعات معينة ثم اختفائها، وتتسبب أيضا بإشكالات معينة، الخلافات التي تحصل بين المناطق فيما بينها البين درعا والسويداء وغيرها، كل هذه ارتدادات متوقعة للأسف نتيجة الطريقة التي عُلج في هذا الملف، ونتيجة الاتفاق الذي فرضه الروس تحت وطأة النيران. نعم. والحصار على أهالي منطقة درعا. لذلك لا يتوقع أن يؤول الأمر في هذه المنطقة إلى الاستقرار في وقت قريب ما لم يتم إعادة صياغة ما يسمى اتفاق المصالحة أو ما يسمى باتفاق الاستقرار في هذه المنطقة. شكرا. بطريقة تضمن حقوق الناس وتحفظ لهم يعني مكتسباتهم وتحررهم من وطأة أو من قبضة النظام الأمنية. إذن رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.